بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. اليوم إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن تكاثر الفطريات، التكاثر الجنسي. الدرس السابق تكلمنا فيه عن تكاثر اللا جنسي. إن شاء الله اليوم راح نعطيكم تلميحات بسيطة جدا في هذا الفيديو القصير. تعريف عام عن التكاثر الجنسي عند الفطريات. طبعا الفطريات بالعادة في التكاثر الجنسي تمد خيوط، تنجذب إلى خيوط أخرى، وهذه الخيوط لا يوجد اختلاف شكلي بين هذه الخيوط، إنها تتشابه تماما، لكن تمزج الخيوط ببعضها البعض، ويؤدي هذا التمازج إلى السيتوبلازما، بعدها يتطور إلى فطر جديد. هذه العملية يعني بشكل عام في التكاثر الجنسي عند الفطريات بسبب الخيوط، وهذه الخيوط تلتصق ببعضها، ومن ثم تختلط الجينات بين في الخلية الأنثوية والخلية الذكروية، وبعدها يتطور إلى فطر جديد. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق.